أهلا بكم. أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني عن تفكيك خلية تهريب بحري ثالثة تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك بعد يومين من كشف خليتين مماثلتين. نعم، هذه الخلية المضبوطة تتكون من شخصين هما بديع محمد الطبوزي وناصر محمد سالم دخين من أبناء مديرية ذوباب غربي تعز، وأقر أعضاء الخلية بتجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي لتهريب مواد متفجرة من جيبوتي إلى ميناءي أصليف ورأس عيسى في الحديدة، وأيضا بتورطهم في نقل شحنتين من مادة سماد اليوريا المستخدمة في صناعة المتفجرات قبل أن تعترضهم قوات خفر السواحل قبالة سواحل الخوخة جنوبي الحديدة. وأيضا مشاهدينا، اعتبر الإعلام العسكري اعترافات الخلية دليلا جديدا على استخدام ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة لأغراض عسكرية. ومن جانبه شدد أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة وفتح معابر تعز، والتي اعتبرها من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب حلها قبل الانتقال إلى ملفات أخرى.